مرحبا مشاهدينا، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية من تداول. أسعار اليورو قد انخفضت في الجلسة الأمريكية ولكنها عوضت بعض من خسائرها في الجلسة الآسيوية اللي نتوقع أن تصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23 في ظل استعداد السوق ما سيصدر عن اجتماع البنك المركزي الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر القادم، وطبعا هذه تضغط سلبا على اليورو. من جهة أخرى قد صرح عضو في البنك المركزي الأوروبي أن مستقبل البرنامج التحفيزي هو ليس مجهولا وأن البنك سيعمل على خفض عمليات شراء السندات بطريقة تدريجية، من معدلات الأجور من المتوقع لها أن ترتفع مع تعافي معدلات النمو، وأن على البنك الأوروبي التعامل مع توقعات التضخم بطريقة حذرة. على صعيد آخر كانت بعض البيانات في المنطقة الأمريكية ضغطت سلبا على اليورو. التضخم في الولايات المتحدة التي لا تزال بعيدة عن مستوى المستهدف للبنك ولكنها بقراءة جيدة عند نمو 3% مقابل قراءة سابقة جاءت عند نمو 3.1% وهي قراءة إيجابية للدولار. مؤشر ستوكاستيك أيضا حاليا يعطينا دفعة سلبية لأنه تخلص من عزمه الإيجابي وضغط دون مستوى 80 وهذا يضغط سلبا على اليورو. مؤشر ماكدي أيضا يعطينا بعض التداولات السلبية. تعود تحسنات الباوند على خلفية توقع بأن البنك المركزي في بريطانيا قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر يوم الخميس أي بعد غد، ونتوقع أن يرفعها بمعدل 25 نقطة أساس وهي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. وأيضا جاءت توقعات أخرى دعمت الاسترليني بأن البنك قد يرفع مرة ثانية في اجتماع نوفمبر 25 نقطة أساس جدد، لذلك ستكون نهاية العام مستوى الفائدة عند 0.5%. رغم من أن كانت عرقلة المحادثات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسببت ببعض التراجعات على الباوند لكنه عاد وتحسن. ليس واضح اتجاه الباوند لكنه عالق بين مستويين، المقاومة عند 38% تصحيح فيبوناتشي أي 1.3294 ومستوى الدعم عند 61 تصحيح فيبوناتشي أي 1.3095. نتوقع أن يصل إلى الترند الصاعد الذي يظهر في الرسم البياني ويستقر عند هذه المستويات. تراجعات الذهب أو التعاملات الحذرة لأسعار الذهب تأتي على خلفية توقع بأن ترامب قد يعلن يوم الخميس من سيستلم مكان جانيت يلين للاحتياطي الفيدرالي، وجاءت توقعات بأن جيروم باول قد يستلم مكان جانيت يلين، وطبعا جيروم باول هو مع السياسة التحفيزية ورفع أسعار الفائدة لذلك قد تدعم الدولار وتأتي لضغط سلبا على أسعار الذهب. ارتفعت أسعار النفط وذلك بعد اتفاقية أوبك مع مجلس التعاون الخليجي طبعا وروسيا إلى أن معدلات خفض الإنتاج قد تستمر حتى نهاية عام 2018، وكان هناك تقرير لصندوق النقد الدولي الذي أشار فيه إلى أن مجلس دول التعاون الخليجي قد حققت نمو بطيء هذا العام عند 0.5% في 2017، وأنها توقعت أن عام 2018 أن ترتفع معدلات النمو إلى تقريبا 2.2%. وأيضا ذكر هذا التقرير بأن معدل النمو غير النفطي وصل إلى مستوى 2.2% وأنه يتوقع بعام 2017 أن يصل إلى 2.6%. في الأجندة الاقتصادية ننتظر اليوم معدل البطالة في المنطقة الأوروبية والناتج المحلي الإجمالي القراءة النهائية أيضا في المنطقة الأوروبية. أما في الولايات المتحدة ننتظر مؤشر ثقة المستهلك. أدعوكم لزيارة موقع تداول لمتابعة آخر الأخبار الاقتصادية وآخر التقارير التحليلية وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي. شكرا للمتابعة.